المنصب نتاعه اللي تليق به باسكو ينجح يحبها وينجح. زيادة على ذلك يكون هناك تكوين. الرحمن الرحيم. فيما يخص اليوم تم تجديد المكتب للمكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية التراث الثقافي والتنمية السياحية بوهران تحت إشراف رئيس المكتب الوطني لحماية التراث الثقافي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى كان تجاوب التام للأعضاء، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم السيد محمد بودلا، رئيس المنظمة الوطنية لحماية التراث الثقافي والتنمية السياحية. اليوم رانا متواجدين بولاية وهران لتدعيم وتجديد المكتب الولائي لولاية وهران في إطار برنامج المنظمة 2024، وهذا باش يكون إن شاء الله برنامج تاري، ودعمنا المكتب الولائي لولاية وهران بعدة أعضاء باش إن شاء الله باش يكون نشاط كبير على مستوى الولاية. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقول لكم اليوم درنا لقاء مع الأمين الوطني لمنظمة الوطنية لحماية التراث الثقافي والتنمية السياحية لتجديد المكتب الولائي لولاية وهران لهذه المنظمة. كانت احتفالية بمناسبة العام الجديد، وكانت احتفالية بتجديد المكتب، كانت في ظروف جد جد ممتازة، ونشكر كل أعضاء، وإن شاء الله رانا في خدمة هذا الوطن، وتحية الجزائر، والسلام عليكم. رحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الحمد لله قمنا بتجديد المكتب الولائي لولاية وهران، وهذا بحضور كل الأعضاء والأمناء المكاتب، وكان في كأنه عرس كبير، فوتنا في فرحة وسعادة، وإن شاء الله يا ربي الأهداف اللي وصلنا لهم في السنة الفارطة هذا العام إن شاء الله يكونوا أكثر وأكثر، يكونوا نجاحات، ويكونوا خرجات، ويكونوا أعمال، يكون عمل مواظبة في العمل، ويكون اتحاد ما بين الأعضاء باش نوصل إلى الهدف تاعنا المطلوب إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جد مسرورة. الملتقى اللي فات مع رئيس المنظمة باش حط الأخت خديجة بن شريف كرئيسة المنظمة، والله لفرحنا لها، إنسانة نشطة وطيبة القلب وإنسانة تخدم خدامة، الله يبارك. والجماعة كاع اللي رانا هنايا كاع الله يبارك وكل واحد باسمه، وإن شاء الله يا ربي نتمنوا التوفيق والسداد إن شاء الله والنجاح يا رب. السلام عليكم. الحمد لله على إتمام تجديد المكتب تاع المنظمة، حضور السيد الرئيس وتنصيب السيدة بن شريف خديجة، حنا جد فخورين والحمد لله، وإن شاء الله تكون بادرة طيبة.